تحية لحضراتكم وأرحب بكم في مستهل هذه الجودة الجديدة من التغطية في بث مباشر، واللي أشرف باصطحابكم فيها خلال الساعات القليلة القادمة. هناك مجموعة من الأخبار، من بينها خبر عاجل. الخارجية المصرية أدانت قبل قليل تصريحات عدد من المسؤولين الإيرانيين على وتعليقاتهم الأخيرة على الشأن الداخلي المصري. وزارة الخارجية أبدت رفضها واستهجانها للتصريحات الصادرة من السفير الإيراني بالقاهرة أو القائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة مجتبى أماني تجاه مصر، وكذلك التصريح الصادر من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وكانوا بيعلقوا فيها في هذين التصريحين على مجموعة من الأوضاع الداخلية المصرية. مصر أكدت على لسان وزارة الخارجية استهجانها الشديد لهذه التصريحات باعتبارها تدخل مباشر في الشأن الداخلي لمصر. الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية شدد أن مصر لن تسمح مطلقا لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك أكد على حق مصر في اتخاذ القرارات الضرورية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين وفرض النظام العام في إطار تطبيق القانون، وأن الحكومة المصرية مسؤولة أولا وأخيرا أمام الشعب المصري عن كل ذلك. في سياق آخر، الرئيس المستشار عدلي منصور أصدر قرار بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية. السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن القرار بقانون ينص على أن يضاف إلى المادة 32 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تضاف إليه فقرة ثانية في هذه المادة، المادة 32. المادة أو الفقرة التي ستضاف إلى هذه المادة هي كالآتي: وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي، يحق لهذا المواطن أن يبدي رأيه، أي يدخل ويقول رأيه في الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات. وفي هذه الحالة يقوم أمين اللجنة بإثبات البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك أيضا في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة. يعني بالتالي وفقا لهذا التعديل هيحق لأي مواطن مثلا في هو بالأصل من مواليد وبطاقته أو بطاقة الرقم القومي تقول بأنه من المحافظة سين لكنه مقيم في المحافظة صاد نتيجة لظروف عمله أو لظروف تغير حياته المعيشية، لكنه لم يحول يعني الخانة الخاصة بالعنوان إلى المحافظة الجديدة التي يقيم فيها الآن، يحق له أن يضرب بصوته في محل إقامته التي يقيم فيها الآن بغض النظر عن المكان المثبت أو المحافظة الأخرى المثبتة في بطاقة الرقم القومي. وبالتالي سيمكن عدد من المصريين الذين يقطنون في محافظات غير المحافظات المثبتة في بطاقاتهم القومية، يستطيعوا بالتالي أن يقوموا بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء القادم في المكان الذي هم متواجدين فيه في يوم 14 و15، بدون أن يتكبدوا عناء السفر إلى محافظاتهم الأصلية المقيدة في بطاقات الرقم القومي. السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن القرار بقانون الصادر هذا هو اتصال باللجان الانتخابية الوافدين على مستوى الجمهورية، ويستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في الدستور القادم. يعني لو في واحد مثلا في بطاقة الرقم القومي الخاصة به مدون في محل الإقامة أنه مثلا من محافظة الوادي الجديد لكنه الآن بيقيم في محافظة الجيزة، بالتالي سيمكن هذا الشخص من الإدلاء بصوته في محافظة الجيزة وليس في محافظة الوادي الجديد المثبتة في بطاقته. ما فيش داعي ان هو هيسافر الى المحافظة الاخرى او المحافظة الاصلية اللي هي الوادي الجديد، لكن هيكون في اللجان اللي موجودة في محافظة الجيزة يكون في عدد من اللجان
بتستقبل هؤلاء المواطنين، هيبقى اسمهم لجان خاصة بالوافدين، يعني الناس اللي من محافظات أخرى غير المحافظة دي. هيكون في أيضا إجراءات تانية لإثبات إن هم أدلوا بأصواتهم عشان ما يروحش للمحافظة التانية، المحافظة الأصلية المسجلة في بطاقة الرقم القومي يعني جدلا، اللي هي الوادي الجديد، يدلي فيها بصوته. هيكون في برضو مجموعة من الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات لعدم تكرار التصويت. في إطار آخر، اللجنة العليا للانتخابات يعني أكدت على لسان المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة إن إجمالي عدد المصريين المقيمين في الخارج اللي بيحق لهم بتصويت على مشروع الدستور في الفترة اللي كانت حددت من يوم 8 ليوم 12 الجاري، إجمالي هذا العدد هو حوالي 681 ألف مواطن متواجدين في 161 دولة حول العالم. المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا اللجنة العليا للانتخابات أكد اليوم في مؤتمر صحفي أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتائج الرسمية، ويحظر على أي جهة إعلان النتائج قبل إعلان اللجنة الرسمية. هنتابع جزء من هذا المؤتمر الصحفي. تم فتح باب التسجيل الفترة اللي امتدت من 12 أكتوبر وحتى 2 ديسمبر 2013، وأسفر ده عن وصول عدد الناخبين المسجلين اللي هو دي قاعدة البيانات أو الرقم النهائي اللي هندخل به الاستحقاق القادم إن شاء الله، اللي هو 681,346 ناخب. عشان حضراتكم تشاركونا لان ده هيبقى محل اعتبار في اسئله حضراتكم بعد كده، احنا التسجيل تسجيل المصريين في اكتر من 160 دوله حول العالم، 160 اكتر من 160 دوله، ولكن التسجيل مركز في نسبه قد تزيد على 90% من هذا الرقم اللي هو 681,000 موجود في 20 دوله فقط، والباقي اعداد قليله جدا لا تكاد يعني اعداد قليله جدا. مش كده بس، احنا عندنا اكبر خمس دول، في خمس دول فيهم 80% من المسجلين للتصويت بالخارج، خمس دول بس، هم السعوديه وفيها حوالي 312,000، الكويت فيها 132,000، الامارات فيها حوالي 67,000، قطر فيها حوالي 42,000، والولايات المتحده الامريكيه فيها حوالي 31,000. إجمالي الخمس دول دول يمثل حوالي أو قرابة أو يزيد على 80% من المسجلين. إذن 681,000 مواطن مصري من المقيمين في الخارج بالفعل سجلوا أصواتهم، وهيحق لهم التوجه إلى لجان الانتخاب أو مراكز الانتخاب اللي هتكون متواجدة في عدد من القنصليات وعدد من سفاراتنا في الخارج. بتأكيد كل المواطنين في الخارج بيعرفوا أماكن السفارات وأماكن القنصليات هي اللي هيكون فيها الإدلاء بالصوت في 160 دولة حول العالم. وزارة الخارجية المصرية خطبت 160 دولة وطلبتهم بتأكيد طبعا بتفعيل اتفاقية فيينا، هذه الاتفاقية اللي بتلزم الدولة المتواجد على أرضها سفارة دولة أخرى أن تقوم بتأمين هذه السفارة بشكل عام طبعا، وخصوصا في الفترات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات التي تقيمها سفارة هذه الدولة. إذن فجميع السفارات المصرية في كل دول العالم وخصوصا في 160 دولة اللي هيكون فيهم المشاركة في الاستفتاء هيكون في تأمين زائد في يوم 8 ليوم 12 الحالي إن شاء الله، عشان المصريين المقيمين في الخارج يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور. نائب رئيس لجنة رئيس لجنة الخمسين السيد عمرو موسى كان ليه النهاردة مؤتمر مهم أو ندوة مهمة في وزارة الطيران المدني كانت للتعريف بالدستور. السيد عمرو موسى شدد على أن المشاركة هي واجب وطني لكل المصريين أن ينزلوا للتصويت والتصويت بنعم على الدستور القادم من أجل أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية ويعود الاستقرار لمصر على حد قوله. وقال السيد عمرو موسى إن الدستور الحالي هو وثيقة بتؤكد حقوق وحريات الشعب المصري وبتحقق المواطنة وتنتج الديمقراطية، وإن هذه الوثيقة هي الأكثر تقدما ما بين العديد من دساتير العالم، كما أن هذا الدستور بيفرض التزامات محددة على الدولة وليس فقط الوعود. موسى قال إن الديمقراطية جاءت بالرئيس الدكتاتور محمد مرسي على حد قوله، والنتيجة كانت عام من الالتباس وسوء الإدارة.
موسى قال يجب أن تنتهي المرحلة الانتقالية لكي يعود الاستقرار لمصر مرة أخرى، ومن خلال وجود رئيس منتخب وبرلمان منتخب طبقا للدستور لاستكمال خارطة المستقبل. مجموعة من خبراء الانتخابات والاستفتاءات التابعين للأمم المتحدة وصلوا اليوم إلى القاهرة، عفوا للاتحاد الأوروبي، تابعين للاتحاد الأوروبي وصلوا اليوم للقاهرة عشان يكونوا حاضرين في الفترة اللي هيكون فيها الاستفتاء على الدستور. بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة قال بأنه من المنتظر أن تمهد النتائج التي تتوصل إليها مجموعة الخبراء لمهمات شاملة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية القادمة. البيان أكد أنه من المهم التوضيح أن مهمة هذه المجموعة من خبراء الانتخابات ليست متابعة كاملة للاستفتاء على الدستور المصري، يعني قد لا تكون متابعة كاملة في كافة لجان الاستفتاء على الدستور في كل محافظات مصر، وإنما قد يكون بشكل مستقبلي أيضا في الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية. معنا أستاذ القانون والفقيه الدستوري الأستاذ دكتور محمد نور فرحات. دكتور محمد أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم. كيف رأيت دكتور نور يعني تعديل المادة 32 أو إضافة فقرة للمادة 32 في قانون مباشر حقوق سياسية قرار بقانون من الرئيس؟ هذا التعديل أعاد الأمور إلى نصابها اتفضل كما كان عليه الحال قبل ولاية الرئيس السابق، لأن يعني طول عمر الاستفتاءات في مصر كانت تسمح للمواطنين الذين يوجدون في محافظات مخالفة للمحافظات التي يقيمون بها أن يدلوا بأصواتهم في المحافظات الموجودين فيها بعيدا عن محل إقامتهم. فهنا يشترط لكي يدلي الشخص بصوته في غير موطنه الانتخابي أن يكون موجودا في محافظة أخرى غير المحافظة الموجودة في موطنه الانتخابي. بمعنى أن لو موطنه الانتخابي ومكان وجوده داخل نفس المحافظة، يعني مسجل في لجنة في شبرا وهو بيشتغل في مصر الجديدة، لا يبقى يذهب إلى اللجنة التي بها موطنه الانتخابي. صحيح. إنما إذا كان مسجل في لجنة في مصر الجديدة مثلا وبيشتغل زي حالاتي في جامعة الزقازيق، يبقى يستطيع أن يتوجه إلى أي لجنة في محافظة الشرقية وفي مدينة الزقازيق ويدلي بصوته في اللجنة التي يوجد فيها عمله فعلا. صحيح. أنا تقديري أن هذا التعديل الذي عاد بالأمور إلى مثل ما كانت عليه في عام 2011 ده حيرفع عدد المشاركين في عملية الاستفتاء بنسبة لا تقل عن 25%. هايل جدا. طيب فكرة دكتور نور الضمانات اللي اللجنة العليا هتتخذها لكي لا يحدث هناك ازدواجية في التصويت، بمعنى ان يصوت المواطن في المحافظة الاخرى التي يقيم فيها او يعمل فيها ولتكن الزقازيق، ما هي الضمانات الا يعود مرة اخرى الى القاهرة او الى المنوفية او الى غيرها من المحافظات المثبتة في بطاقة الرقم القومي ويقوم بالتصويت في نفس اليوم او في اليوم التالي؟ أول حاجة هو عندما يتوجه للإجزاء بصوته في لجنة مخالفة للجنة التي بها محل إقامته سيثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومي في كشف يعد رئيس اللجنة خصيصا، وبعد هذا سيتم مقارنة الأسماء التي أدلى أصحابها بأصواتهم فيما يسمى بلجان الوافدين اللي هي لجان خارج محل الإقامة، سيتم فحصها بمعرفة الكمبيوتر المركزي للجنة العليا للانتخابات. فإذا ثبت أن شخص ما صاحب بطاقة برقم معين أدلى بصوته في أكثر من لجنة انتخابية، هنا نكون أمام جريمة انتخابية يعاقب عليها بالحبس وجوبا. هذه واحدة. المسألة الثانية إن غمس الإصبع في الحبر الفسفوري الذي لا يزول إلا بعد 48 ساعة من الممكن يكون ضمان عن طريقه يتأكد رؤساء اللجان الانتخابية أن هذا الشخص لم يسبق له أن أدلى بصوته في أي لجنة أخرى.
أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ القانون بجامعة الزقازيق الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات. إذن هيستطيع أي مواطن يعمل أو يعيش في محافظة غير المحافظة الأصلية المدونة في بطاقة الرقم القومي أن يتواجد في نفس المحافظة التي يعمل بها أو يعيش فيها في الفترة الحالية وأن يقوم بالإدلاء بصوته في لجان ستخصص للوافدين، يستطيع أن يسأل على هذه اللجان، تكاد تكون متوفرة إن شاء الله في أغلب اللجان الانتخابية، وإن شاء الله هيكون في تيسير بشكل كبير عشان الناس ما ترجعش إلى مواطنها الأصلي أو ترجع إلى محافظتها الأصلية، فبالتالي هيكون في تعطيل. لكن الحمد لله هذا القانون هيسمح أو هذا التعديل هيسمح للمواطنين إن هم يضلوا بأصواتهم في المحافظات اللي هم مقيمين فيها، ولكن بالتأكيد داخل المحافظة الواحدة طبعا ما ينفعش. يعني دكتور نور بيقول اللي من مصر الجديدة واللي من شبرا لا كل واحد في لجنته. نراكم بعد الفصل.